عليكم السلام ورحمه الله. شلونك اخوي العزيز؟ اين اخوي ابو علي؟ اهلا وسهلا. عندي مداخله يمكن اعتقد خارج الموضوع مالكم اذا ممكن. عادي تفضل اخوي العزيز. حبيبي الغالي. اكو عندنا مسجون بغداد. طيب. المسجون مريض عنده كلى. فقال الوالده اريد بس تجيبوا لي فالينه وشرشف وعلاج. زين. ودتهم اليوم راحت مراجعينهم كلهم بس الفلوس فقط. أها. وهو عنده كلى ومريض. زين. يعني كل الغراض يعني اللي ودتها والدته إلى أخذوا وزعوها فقط الفلوس. بس الفلوس أخذوهن ودوهن إلى والباقي رجعوهن. طيب. لا علاج، الأدوية، الملابس، بطانية ما أدري إيش هذا. وحسب ما يقول هو قايلها متنا من البرد هناك، يعني يشغلون سبليتات طبعا. نعم. والدنيا هم بارد هسه تقريبا. فمتأذين حيل. طيب أخوي شو عرفتوا تم توزيعها؟ مرجعوه أم الولد راحت عليه. نعم. ورجعوا الغراض وياها. طيب ما طيب. ما طببوهن بس الفلوس ما أخليهن اللي منطينهم فقط. هاي وين بالتحديد؟ مطار، بالمطار، مطار المثنى، سجن المطار. مطار المثنى، تمام. اي ومنطينهم كرت، الكرت يقول المواجهه ساعه ونص، يقولون ربع ساعه فقط، اكثر من ربع ساعه ماكو قبل يلا. زين. وبالكرت، بالكرت مكتوب ساعه ونص المواجهه الزياره. طيب طيب. ماشي اخوي العزيز، يوصل صوتك ان شاء الله، عين اخوي ابو علي. يعني حبه المشاهدين، طبعا هذا هو برنامج السود والناس. ليعالج قضايا الناس. اليوم أيضا مشكلة أخرى، راحت تقابل ابنها بالسجن، ودت الغراض، هو مريض، واخذوا الغراض وزعوها ما قبلوا، يعني انطوها إلى ابنها هو محتاجهن، فقط أخذوا الفلوس اللي جايبت لي وانطوه إياه، وحتى بالإضافة إلى وقت الزيارة المكتوب ساعة ونص لكن كان فقط ربع ساعة. هذه الرواية اللي رواها قبل قليل الأخ أبو علي، واللي طالب بها الجهات المختصة أيضا مناشدة مهمة لهم. يعني أحبتي المشاهدين، إحنا نقول اليوم أنه بحاجة أيضا إلى متابعة إلى بقية الجوانب الخدمية وبقية الوزارات وبقية التعاملات الأخرى اللي يتم العمل عليها من قبل المختصين. هذه مناشدة، والمناشدات الأخرى قبل قليل بخصوص ارتفاع أسعار الدولار.